الليلة وبس، وانت متغير علي، صار لك كم ليلة وانت بالك ما هولي، ما هي هالليلة وبس، وانت متغير علي، صار لك كم ليلة وانت بالك ما هولي، وردتك نسيت عبيري، صرت ما اعرف وش مصيري، بسمتك دايم لغيري، قسوتك دايم علي، وردتك نسيت عبيري، صرت ما اعرف وش مصيري، بسمتك دايم لغيري، قسوتك دايم علي، قسوتك دايم علي. منور اليوم الفنان عبد الرحمن الحربي، واكيد العازف عبد الله العامري. ايش الفن؟ ايش الصوت؟ ايش الاحساس هذا؟ ما شاء الله تبارك الله عبد الرحمن، بنوركم. طبعا في البدايه احب اشكر طبعا استضافتكم، واشكر روتانا طبعا الاستضافه هذه الجميله. اللي صوتك جميل كثير وتستاهل، نحن اللي نشكرك انك جيتنا اليوم. الله يسعدك. عفوا. طب عرفنا عن الطلاقه الاولى لك، وقد ايش اعطتك السوشيال ميديا المنبر انك تسمع صوتك للناس ولجمهورك. قبل السوشيال ميديا الانطلاقه كانت شويه يمكن غريبه، لانه اول صعود لي على خشبه مسرح ما كان على السعوديه، كان في جامعه كنت ادرس فيها في امريكا، فكان في مسابقه جامعيه عن المواهب على الصوتيه وكذا، فبالنسبه لي هذه كانت يعني تجربه شويه يعني غريبه نوعا ما، بما اني انا يعني خليجي ولغتي في النهايه الاساسيه العربيه، فاول ظهور لي على المسرح بغني في برا وبلغه غير لغتي، بس كانت تجربه الحمد لله مره جدا يعني حلوه، لانه هي طبعا مواهب جامعيه، مواهب ما هي صحيح. ما هي شيء عندها خبره كبيره او شيء زي كذا. يمكن في ذيك اللحظه ما كنت متفرغ للفن قد ما كنت متفرغ ابدا. إيه أبداً لدراستك طبعاً. اكثر. طب ما بين التشجيع والنقد اللي ممكن يحصل عليه الفنان هذه الايام، ايش اللي كان حوالينك اكثر؟ طبعا الحمد لله التشجيع طبعا دائما يكون اكثر، حتى النقد يعني في الغالب ما يكون نقد يعني في له هجوم او في له، انا احب اخذ النقد دائما بطريقه يعني ايجابيه. وانا حابه اقول اليوم اللي ينتقدك اصلا ما عنده احساس. الله لانه ما سمع هذا الصوت ولا هذا الاحساس اللي انا سمعته اليوم، قد ايش اثرت فيني. يسعدك. عبد الرحمن، نحن ما اكتفينا من صوتك، ايش راح تغني؟ الله يسعدك. ما ادري ايش ودي اسمع شيء لانغام. الله الله. طيب نقول شيء لها من الآخر البوم لها نزلته. حلو. يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهمك، وتقرا اللي جوايا مع عيني تبص لك، يا حلم اللي متأجل وانا هموت واحلمك، يا عمري اللي ناقص عمري نفسي اكملك، لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر ومحدش عارف،
وندفع سنين تنين واحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بينك هاعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر ومحدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم. طيب كلمنا عن اول ظهور رسمي كان لك عبد الرحمن بين الناس وبين بلدك كمان. ماني قادره اتكلم حقيقي، صوتك يخليني ما اقدر اتكلم. الله يسعدك. طبعا اول ظهور لي كان على مسرح الكورال، كان في عندنا فرقه احنا مسوينها الشباب، مجموعه من الشباب طبعا من ضمنهم عبد الله العامري، كان اسمها عدو طبله. تقريبا هذه الفرقه كان لها مده سنه في 2017. كانت لنا حفلات خاصه على المسرح وكان لها صدى مره كبير لنا احنا كفنانين وللناس اللي كانوا يحضروا. كانت يعني جدا جميله، كان الناس حابينها يعني الحمد لله. نقدر نقول هذه كانت انطلاقتك الفعليه الاولى لك طبعاً. كفنان اكيد اكيد. وقد ايش اضافت لك هذه التجربه؟ جدا جدا اضافتني جدا كثير، لانه اول شيء طلعتني للناس وجها لوجه. انا يعني في البدايات دائما الناس في السوشيال ميديا تكون ورا الشاشات، مختلف الوضع، الاحساس مختلف، التوتر مختلف، كل شيء مختلف. يعني يمكن هذه اول شيء خلاني اواجه الناس والجمهور مباشره بدون حواجز، يعني مش من خلال شاشه او واصلا احساس الجمهور دائما على المسرح او احساس الجمهور قدامك وتفاعله معك يحسسك باحساس يعني ما يتوصف، مختلف مختلف طبعا جدا. صحيح، تحكيني عن هذا الاحساس. طب انا شايفه جنبك جيتار، ايش الموضوع؟ تعزف جيتار كمان؟ ايوه بعزف جيتار. وكيف يعني بدات العلاقه بينك وبين الجيتار؟ تقريبا في المرحله الجامعيه. يعني يمكن وقت ما دخلت الجامعة أنا في بداياتي كنت دائما يعني أميل دائما للأغاني المصرية من فترة طويلة يعني، فشفت أنسب آلة لي تمشي مع لوني وتمشي مع مودي كانت الجيتار، فقررت أتعلمها. حلو. طب ونحن بنسمع صوتك، ايش راح تغني لنا؟ بالجيتار تبغى ولا من؟ اللي ودك. طيب نقول شيء لفنان أنا كنت جدا أحبه وما زلت الى الان احبه طبعا. كنت حسلك كنت ولا لا؟ لا 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 ما زلت طبعا. حلو. طبعا ما زلت، لكن هو من كثر حبي له يمكن انا اخذت منه اشياء، ويمكن يعني من غير ما اقصد، يعني الانسان لما يكون متاثر بشخص صحيح لا اراديا يكون ماخذ منه شويه اشياء. صحيح. ففي البدايات كانت يعني حتى اغلب الناس كانت تشبهني باحساسه، تشبهني بصوته. فالفترة ذيك اللي كنت أغني فيها أنا وقفت أني أغني أغاني عشان الناس تخرج من هذا. متشوقين نعرف من ذا الفنان، ما قلت اسمه. فنان اسمه رامي صبري. الله عليك. هو فنان مصري، فأنا من جدا من أشد المعجبين له، ونحن كمان من أشد المعجبين بأغانيه، فممكن نقول له أغنية. جميل. نسمع. ببعد قلبي أنا وياك حبيب عنيك يطمني باللي في عيني بقيت شايفك وحاسس بيك بتلمسني وهعمل ايه بتوحشني حبيبي خلاص حياتي معاك وهانت بكرة انا راجع دلوقتي لو سامع بحبك نفسي اقولها لك وانا ايدي في ايديك حبيبي بقول لك اطمن
كلامك ليا بيها ون سنين عدت هعدها لك وانا قدام عينيك وهانت بكره انا راجع وقاضي الوقت لو سامع بحبك نفسي اقولها لك وانا ايدي في ايديك حبيبي بقولك اطمن كلامك ليا بيها ون سنين عدت هعدها لك وانا قدام عيني. الله الله عليك يا عبد الرحمن. الله عليك. طب كانت لك ايضا مشاركه مع وزاره الثقافه في موسم جده اللي راح، فكيف توصف هذه المشاركه لك كفنان شاب؟ طبعا كانت تجربه مختلفه، يعني بدايه وصار تعاون بين احنا كشباب. طبعا بعد الفرقه الاولى اللي سويناها عود طبله يعني في فتره من الوقت يعني بدا الفريق شويه يعني ينفصل، اخذ لك كل شخص اخذ مسار يعني، وبدنا شويه نتفكك. هذه بالنسبه لنا كانت تعوده لمعظم اعضاء الفريق في موسم جده، معظم اعضاء الفريق اجتمعوا مره ثانيه، فكان يعني شعور اصلا يعني حلو انك انت فقدت شيء وشيء انت كنت متعود عليه ومبسوط منه فقدته، وفريق اجتمع مره ثانيه في موسم جده طبعا تحت رعايه وزاره الثقافه. طبعا نشكرهم لانه حقيقي موسم المواسم هذه اللي قاعد يقدموها جدا يعني قاعد تبسط الشعب واشياء جدا ايجابيه في المجتمع. وكانت اكيد تجربه جميله. أكيد أكيد بالنسبه لك. تتمنى تكون موجود في موسم الرياض؟ اكيد اكيد. سويت شيء؟ يعني شفت يمكن كثير من الفنانين غنوا وارسلوا مقاطع جميله لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وكان داعم شديد للشباب الموهوبين واللي يملكوا صوت جميل مثلك. طبعا. عبد الرحمن، فحاولت تتواصل مع معالي المستشار على تويتر ولا لا؟ لا مش بشكل مباشر. احنا يعني انا لو بطلع ما يعني ما افكر اطلع لوحدي اول شيء، لانه كجروب يعني كفرقه ايوه كفرقه أنا كامله شغل. فاحنا قاعدين سوينا هذا الشيء لكن بشكل جماعي مش بشكل شخصي. انا مني شخصيا ان انا ابغى اطلع لا ابغى اكون مع المجموعه اللي انا عشان حتى ما اكون وحيد هناك، يعني ما احس بالعكس لما انا اكون مع شباب انا مرتاح لهم ومتعاون معاهم من زمان ومنسجمين مع بعض اصلا حيكون الاداء هناك مختلف. جميل. طب هل تتمنى ان يكون لك عمل سنجل، عمل فني خاص فيك ولا لا؟ اكيد طبعا اتمنى. اشتغلت كمان على الموضوع؟ قاعد اشتغل على الشيء، بس هو يعني هو الصعوبه في انك تجد الكلام واللحن المناسب. انا جدا شويه يعني انتقائي، يعني ما احب الاغاني سريع. السريعه. ايوه ما احسك هادي اكثر بالزبط. في اغانيك. طب والموجه الان للاسف يعني هي السريعه يعني صح. هي ما هي على مودي يمكن لكن فعشان كذا يمكن شويه انتقائي، صعب القى شيء انا احس اني انا مرتاح له او يناسبني يناسب مودي. ونحن في ساعة شباب نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. وإن شاء الله نشوف لك عمل فني خاص فيك. شكرا لك عبد الرحمن. العفو. شكرا لك عبد الله العازف على الأورج، وإن شاء الله نشوفكم من جديد مع بعض ونشوف لكم أعمال فنية. وأكيد نشكر الفنانة التشكيلية سارة الأهدل على اللوحة الجميلة اللي رسمت لنا إياها في الاستوديو. كل التوفيق لك سارة. آمين يا رب. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ونحن اكيد نتمنى لكم ويكند سعيد ان شاء الله تنبسطوا فيه، وراح نختمها بصوت الفنان اللي قاعد اقول عنه اليوم فنان لانه فنان بكل معنى الكلمه حقيقي، فنان عبد الرحمن. واشوفكم ان شاء الله الاحد القادم. القناعة
كنز لا يلقتنا بس نحنا مركبين عطما الأنام. كنز لا يلقتنا بس نحنا مركبين عطما. عم جرب حب وقف أنا عم جرب مش عم أعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي. عم جرب مش عم أعرف عم جرب حب وقف أنا عم جرب مش عم أعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي. عم جرب مش عم أعرف. ويا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منه النص. يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك.